بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله راكم بخير. اليوم راح ندير لكم فيديو في مخص ليبوسوار تاع لاكسنت 1.5 إيسونس. بزاف منكم اللي راهو كلمني، واحد يقول لي كيفاش ننقيهم، واحد يقول لي كيفاش نبدلهم، واحد يقول لي واش من زيت اللي يليق لهم. الشيء اللي ننصحكم به هو لعات سيارة اكسنت تاعكم جديدة، ديروا لها لا ديز دوبل في 40، سواء لا سينتيتيك كونتيبو، ولا عاد نقولوا ظروفكم ما تسمح لكمش تقدروا ديروا لا سيمي سينتيتيك. كاين بزاف ماركات، وعلاه نقول لكم انا ديروا لا ديس راهي خفيفه على زيوت اخرى، خفيفه على لا 15. كاين ناس يجوني وكي نسقسيهم يقولوا لي رانا دايرين لا 15، ولا 15 خاوتي راهي ثقيله، راهي ثقيله بزاف. الرقبه هذه تاع البوسواره راهي ضيقه بزاف، فيها الهنا ثقبه وفيها الهنا تحت، وين كان البيه هذه وراء ظفري ثقبه. باش الزيت لا 15 دوبل في 40 تدخل في الثقبه هذه الصغيره ويسكت هذا البوسوار ما يعوش يخبط، راهو لازم وقت، وهذاك الوقت لو دوا واش يدير؟ يتم يخبط يفز البوسوار هذا. على هذه انا ننصحكم باللي ديروا لا 10 دوبل في 40 وديروا لا سينتيتيك. اللي ما عندوش يدير لا سيمي سينتيتيك. كاينه تاع باش ندير الاشهار لنفطال، بصح معليش شركتنا مهما كان راهو زيت شابه بزاف، هذه تقدروا ديروها راهي شابه بزاف. واش اللي بري كما راكم تشوفوا من 192 راهي دركا تيا، والله ما فهمنا والو، راهي دير 233 في مام با شهرين. المهم الموضوع موش باش سي با بور ديباتر لي بري، مي الزيت تاع نفطال هذه لا 10 دوبل في 40 شابه بزاف. ولا اموركم تسمح لكم تقدروا ديروا لا سينتيتيك اللي ما اقلى منها، اللي غاليه عليها. خوتي هنا قدام السياره لاكسنت. نعم. كي تجو قد تبدلوا لا رومب هذه، باش تبدلوا او كي تجو قد تبدلوا لي بوسوار، هذا هما لي بوسوار. كي تعود السياره تاعكم فيها تكتيكا، شوفوا كيفاش نحو نحو ساعة لاشان ديستريبيسيون، بعد ما تنحوها نحو لي فيس تاع لا رومب. كاين واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، فيها أكل 12، وما تنحوش كيلاس. ومن بعد اجبدوا، لقد بدلوا جدد هادو لي بوسوار، اجبدوا القدم ودخلوا لي بوسوار هذا في البلايص اللي هنايا في هذه البلاصه. واش لازم ديروا كونسيبو ديروا لا زيت لا 5 دبل في 40، ومن بعد كي تجوا تحطوا لا رومب حطوها بشويه وعسوا لي دوا. لازم كل لي دوا لهنا كما تشوفوا يكونوا فوق لي سوباب، كل ما يكونوش فوق لي سوباب راهم رايحين يعوجوا لكم السوباب، وهذيك الساعه راكم تروحوا لمتاهات اخرى، تنحوا الكلاس وترودوا السوباب. كتبهم مليح، حطوا لاروم تاعكم وحطوا لي بولون وزيروا بشويه. هذا الشيء اللي نقوله لكم. ودركا نروحوا لاتولي ونفهمكم هذا كيفاش تنقوه، وفهمكم كيفاش يخدم. خوتي هذو لي بوسوار كي تنحوهم من لا رومب وتلضوا عليها وتلقاها قاسيه راهي مليحه. واش لازم تتنقى؟ هذا ما كان لقيتوها كي تلضها تحبط راه ماشي مليحه، هذيك هي اللي تعود تخبط.
واش ديروا باش تلقوها؟ تبعوني مليح، كاين هنا ام بي لداخل، هذه لا بي جيبوا حاجه ماضيه ولضوها، لضوها هكذا، لضوها تدخل، ومن بعد لضو هذا، شوفوا كيفاش يخرج الزيت المسخ. شوف هاك تشوف فيه، ها في يدي ها خرج الزيت المسخ هذاك ومسحوه. باش نوريكم، شوفوا لضوها وحتى يروح لل البومبو، بومبو هكذا تيا غابقاو لاضينو بومبو حتى يروح. من بعد واش دير؟ تولي تخدم وحدها، شوفوا كيفاش تخدم، بصح قاسيه تخدم بصح بالكسا هكا كما راك تشوف، هاي مليحه قاسيه هكذا تيا. نقوها مليح وركبوها ديما على النقا، نقوها تقدروا تلقوها بليسونس، من بعد نشفوها. ومن بعد واش ديروا؟ جيبوا ان ريسيبيون، انا جبت قرعه كما هكذا، حطوا لي بوسوار تاعكم، هي فيها 12، حطوا البوسوار تاعكم. ومن بعد جيبوا زيت خفيفه، لا لقيتوا لا 5 دبل في 40 معليش، لا ما كانش، ولا لقيتوا هذه لا 75 دبل في 40 ثاني معليش، ديروا شويه، ديروا لهنايا الزيت. ومن بعد واش ديروا؟ ابدروا لضوا هكذا، لضوا واطلق، لضوا واطلق، لضوا داخل الزيت باش البوسوار هذه تعبى، باش من بعد كي تركبوها ما تعوش تخبط، ما تعوش كل مره تخبط، راهي تنوض طنوبيكم ساكته، وان شاء الله ما يزيدش التكتيك هذيك تروح لكم اللي كانت في السيارات تاعكم. خاوتي في الاخير ان شاء الله راكم استفدتوا من هذه الفيديو، نقول لكم ما تنساوش تابونيو في لاشين حبيب ميكانيك، وما تنساوش ثاني تابونيو في الصفحه فيسبوك حميد ميكانيك، اكتبوها كما راهي مكتوبه هنا كما راكم تشوف فيها هكذا كما راكم تشوفوا فيها، راه تخرج لكم الصفحه تاعي فيسبوك، وتلقاو كي تابونيو يخرج لكم الرقم تاع الهاتف تاعي، كاش ما عندكم مشكل ولا كلموني راني نجاوبكم، وان شاء الله نلقاكم الحل المشكل تاع السيارات تاعكم. نقول لكم بقاو على خير.